منطقتي الدواجن وجول الزقيق غربي المكلا صنفتا مؤخرا من المناطق العشوائية بحسب رؤية البرنامج الوطني لمكافحة العشوائيات الذي ترعاه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن. وانفردت اللجنة الأهلية بالمنطقة بتنسيق مع لجنة مكافحة العشوائيات برئاسة العميد عبد الله باكوبن وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة لتنفيذ عمل ينقذ مساحة كبيرة من الخط البلاتيني للمدخل الغربي لمدينة المكلا عاصمة المحافظة من العشوائيات. المواطن دائما يكون عجول انه يبغى يبني مستعجل، ولكن الحمد لله يعني كل من جبنا له امر توقيف اشعار توقيف بالاصح من عندنا يوقف ويتم النزول المهندس معه ويتم معاينة وضعه وترتيب وضعه حسب المخطط المعد ويباشر بناءه، وهذا يسبب زحام على المصالح العامة القائمة في المخطط هذا اللي هو هنا عندنا، يعني مخطط جول الزقاق اللي هو قائم 13 و10 هي كلها فيها مدرسة واحدة، وتخيل إذا قام البناء في المخططات هذه كلها إيش بيكون يعني زحم على المخططات. أنجزنا كثير، وثقنا أمور كثيرة جدا، والحمد لله نحن ماشيين في طرق وبخطوات واثقة ومدروسة لنخرج للناس بشيء أفضل وللمحافظة بشيء أفضل، وتعاونت معنا السلطات أو الكثير من السلطات مثل دائرة الأشغال، إدارة الأشغال، الشرطة في التوقيفات في الأمر اللي نرفع بها نحن واللي نشوفها في ضرر على الموقع وتداخل المخططات بصورة عامة. وحد تفاعل القيادة الجديدة لفرع الهيئة العامة للأراضي من الأخطاء العشوائية، وتكفلت بمعالجة المشاكل المتعلقة بالتخطيط التي تمت بصورة عشوائية ومخالفة لقوانين ولوائح التخطيط الحضاري، علاوة على معالجة مشكلة العشوائيات وازدواجية الصرف الصادر من قبل الإدارات السابقة. بشر المواطنين أصحاب المنطقة ما تتعب بالعشوائيات، بل نحن نحاول نغيرها من عشوائيات إلى منطقة تكون لها مسمى أفضل، يعني حيث أنها تكون راقية وأرقى من هذا الوضع اللي هم يعيشونه، والأرقى ونوفر لهم الخدمات الكاملة بإذن الله تعالى بجهودنا وبجهود الدولة وجهود الأخ المحافظ وكل من عاونه، أن نوفر لهم جميع أي خدمات كبنية تحتية. نطلب طلب خاص من المواطنين التعاون مع هذه اللجنتين لكي يتخلصوا من هذا الوباء اللي يعيشون فيه. هذا أنا أسميه وباء بصراحة، يعني حكم لأنك لو جيت في أطرف حاجة يعني أبسط الأمور، يعني لو فيه عندك حريقة في أبسط بيت ما تقدر مطافي تدخل لعنده، والسبب العشوائية والزواجية والعملية هذه يسوونها، وبالتالي هذا اللي نطلبه من احنا من المواطنين انهم يتعاونوا معنا كنتعاون معهم، يد واحده ما تصفق، ونحن بدونهم لا شيء وهم بدوننا لا شيء، بالتالي انه يعني لازم التكافؤ في العمل هذا يكون موجود بين اللجنتين وبين المواطنين. اللجنه الاهليه دورها كبير جدا جدا. نحن الان سائرين في هذا العمل، والحمد لله لم يتبقى الا انجاز بسيط ما يقدر حوالي الا ب5% الذين هم باسطين على مصالح عامه وهكذا، فنحن لابد أن نقوم بتسويتهم وتعويضهم التعويض المناسب الذي يليق بهم إن شاء الله. هؤلاء المواطنين كانوا باسطين على أراضي عشوائية لا شوارع ولا مصالح عامة، فقامت اللجنة الأهلية بترتيب أوضاعها واستلام ملفات المستفيدين والتحقق من الملكية الخاصة والعامة، يعني وقمنا الحمد لله بتصليح وضع الأراضي بشكل عام، وانجزنا هذا العمل خلال يمكن يقارب العام أو يزيد قليل أو ينقص قليل. هذا كله طبعا بالعلاقات الذاتية، يعني عمل تطوعي وبدون أي مقابل. هذا العمل تحت إشراف اللجنة المشتركة برئاسة العميد عبد الله باكوبن والمهندس سامح بن مثقال مهندس اللجنة المشتركة المعينة من قبل المحافظ. هذا ويطالب أهالي المنطقة ديوان رئاسة الهيئة العامة للأراضي بسرعة تعميد مخططات المنطقة التي أشرفت على تنفيذها السلطات المحلية والقضائية وفق قانون التخطيط الحضاري. عبد الله محسن الشاذلي لليمن العربي، المكلا.